فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ووراء ذلك مسألة أخرى، وهي كونه صلى الله عليه وسلم نورا مخلوقا، فإضافة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كونه نورا نوعان: أحدهما إضافته إلى كونه نورا من نور الله وأنه قطعة منه، فهذا كذب بالاتفاق وهو كفر بالله عز وجل، لأن القديم وهو الخالق لا يخالط الحادث وهو المخلوق. والثاني اعتقاد كونه صلى الله عليه وسلم نورا مخلوقا حادثا، وهذه المسألة مختلف فيها، والأظهر أنه صلى الله عليه وسلم ليس نورا في ذاته، وإنما نوره صلى الله عليه وسلم فيما بلغ به من الرسالة، وهذا أصح القولين وهو الذي تدل عليه الدلائل. وما ذكره المثبتون لكونه نورا مخلوقا فهو إما صريح غير صحيح وإما صحيح غير صريح، وأعلى ذلك ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واجعلني نورا، فإن هذه اللفظة شاذة، والصواب لفظ البخاري: واجعل لي نورا، وفرق بين المقامين، كما أنه فرق بين الاعتقاد الأول والاعتقاد الثاني. نعم.